في ظل هذا الجدل اللي كاين كتعرفوا البلاد ديالنا حول ما يسمى ب ممارين الجيلية الصفرين او الذين ينتحلون كما نسميهم الذين ينتحلون صفة حارس السيارات، هذا الجدل اللي كاين في المغرب وفي مجموعة من المدن وكيتطرح بشدة خاصة في فصل الصيف اللي كيكون فيه واحد مجموعة ديال المدن السياحية اللي كتعرف واحد التوافد ديال مجموعة الزوار وكالتوافد كذلك ديال مجموعة ديال المواطنين ديالها على المناطق السياحية اللي فيها. هذا الموضوع يثير الجدل وتر نقاش بشكل كبير في المغرب وفي مدينة أكادير على الخصوص، بعد ما تم إدراج واحد مجموعة ديال الأزقة ومجموعة ديال الشوارع العمومية ضمن اللوائح ديال الصفقات ديال كراء المرابد والمواقف ديال المواقف الجماعية المخصصة لركن ووقوف السيارات والدراجات والآليات المختلفة، إذ لا يعقل أن جماعة أكادير تتجه نحو الحيط القصير الذي هو جيب المواطن لاستخلاص واحد المجموعه ديال المبالغ الماليه اللي كتضرب القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين ديال مدينه اكادير. هذا جانب اجتماعي. الجانب الثاني اللي هو جانب قانوني هو اللي كيدخل لنا هذا القرار ديال كراء الشوارع والازقه بمدينه اكادير، هو كيضرب في الصميم القانون 1957 وخاصه الماده 5 منه اللي كتنص بصريح العباره ان الشارع العمومي والاملاك الجماعيه العموميه لا يمكن كراؤها ولا يمكن الحجز عليها ولا يجب ان تكون موضع حق عيني وسواء الكراء خاصه الكراء التجاري. هذا نص واضح وواضح جدا. جامعه اكادير وحنا اللي كنمثلوا فيها واحد الساكنه اللي انتخبتنا وصوتت علينا بشكل ايجابي كنشكروها وكنقولوا اننا حنا كنتصنتوا الراي ديالها والنبض ديال الشارع كنسمعوا له، وراسلنا السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينه اكادير السيد عزيز اخنوس من اجل التراجع على هذا القرار ديال كراء الازقه والشوارع. هذا القرار الا تم التراجع عليه فسيلقى ترحيب من جميع الساكنه، والا ما تم التراجع عليه اكيد انه غيكون يخلق كذلك واحد السخط وواحد الغضب لدى الساكنه، خاصه ان جميع المواطنات والمواطنين اللي كيركنوا السيارات ديالهم في هذه الشوارع كيتعرضوا للمضايقات وكيتعرضوا للابتزاز من طرف هذه الاشخاص ذوي الجيليات بمختلف الالوان. انا لا اقول الصفراء فقد، هناك حمراء وبرتقاليه وانتشرت الزرقاء هذه الايام في اكادير. إذن هذا الابتزاز بغينا نوقفوه وهذه المضايقة على المواطنين بغيناها أن توقف، والكرة الآن هي في مرمى السيد عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي الأكادير ليتحمل مسؤوليته في هذا الأمر، وشكرا.